عندي أول مرة بجي على مهرجان الجونة، ف صراحة it's really nice. كنت بالأوبنينج وشفت الشو كان بجنن، كثير محمسة أحضر، رفعت عيني للسما لأنه بيتكلم عن شلة بنات زي ما شفت بالتريلر من الصعيد، وهو كان في مهرجان كان. اشتغلتي في أشغال شقة والمسلسل لقى صدى كبير جدا في مصر، احكي لنا عن التجربة ديت. أول شيء كتير انبسطت إنه كان في ردود فعل إيجابية كتير على دوري بأشغال شقة، خاصة إنه هلا اليوم كمان عم بكتشف هذا الشيء لأنه كل شوي بيجي لحدا لعندي بيقول لي حبيت كتير بدور آيلا بأشغال شقة، ف this is great، خصوصا إنه كمان كنت عم مثل مع نجوم كلاس A يعني هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، ف it was fun و amazing. بتتمني تشتغلي مع مين الفترة اللي جاية؟ صراحة في ليستة براسي من مصر اوريدي، قلت حابة اشتغل مع نيلي كريم ومحمد فراج. أكلة بتعدل مودك؟ كيك اسمه سان سيباستيان مع شوكليت عليه. لو نقول ريم دايما ليها مود، المود بتاعك دايما بيبقى ايه؟ بحس حالي نيوترال كل الوقت، يعني هيك ان ماي اون زون. لو انت بتسوقي مسافات طويله، مين المطرب المفضل بتاعك وتفضلي تسمعيه من غير ما تزهقي؟ طبعا عبد الحليم حافظ. حاجه بتنكد عليكي في ثانيه؟ هي ايام بيكون في قصص بتنكد علي، يعني كل شيء بنكد علي، بيبقى نهار كل شيء بيزعجني ونهار ما عندي مشكله بالشيء، بس ممكن انا كثير بنزعج من حدا كثير بيحكي. انت برج ايه؟ كانسر، سرطان، دراما كوين. اخر مره قلبتي فيها دراما كوين امتى؟ وليه؟ بعتقد بالشغل اللي بكون مثلا في شيء مش عاجبني، المشهد عملته مش عاجبني، فبروح على البيت وبعمل دراما على الموضوع وبزعل كتير. لو انت متضايقه بتفضلي انك تنعزلي ولا تخرجي لوحدك ولا ما تكلميش حد؟ بنعزل مع انه ما لازم، لانه بس اقعد لحالي بتصير اتضايق اكتر واكتر، بتصير فكر اكتر. لو مودك وحش وخلاص هتخرجي بقى من المود، بتاخدي قد ايه عشان تفصلي المود ده؟ ديبيندز، يعني ايام بتبقى معي القصه جمعه A whole week، وأوقات خلص بس روح على البحر وأقعد واسترخي بروح كل شيء. في نوع معين مفضلة عندك من الأفلام؟ ما في نوع معين، لا. لو في فيلم بتتفرجي عليه ومتزهقيش منه هيبقى فيلم إيه؟ في مخرج لبناني بحبه كتير اللي هو زياد دويري، وعامل فيلم كتير أنا بقدره اسمه ويست بيروت، ففيني أحضره دايماً.